عدة أمور تخطر في بالك عندما تفكر في السجن: السلك الشائك والزنازين الضيقة والقضبان في كل مكان، لكن ليس في النرويج. هذا سجن هالدن، ثاني أكبر سجن يخضع لحراسة مشددة في النرويج، ويبدو كمنتجع أكثر من أي شيء آخر. تشكل نسبة العودة لارتكاب الجرائم في النرويج 20%، وهي النسبة الأقل في الدول الإسكندنافية ومن الأدنى في العالم. إليكم كيف غيرت النرويج وجهة نظرنا حيال الاحتجاز. في حين تتمتع النرويج بأدنى معدل عودة لارتكاب الجرائم خلال عامين من التسريح في العالم، تعاني أمريكا أحد أعلى المعدلات، إذ أشارت دراسة عام 2014 إلى أن 67% من المساجين الأمريكيين الذين أطلق سراحهم في 30 ولاية اعتقلوا مجدداً لارتكابهم جرائم في غضون 3 سنوات، وأن 75% اعتقلوا مجدداً في غضون 5 سنوات. وفي حين أن المقارنة المباشرة تشكل تحدياً، فإن النرويج تظهر نهجاً جديراً بالملاحظة فيما يخص السجون، وربما يعود الأمر إلى اختلاف أساسي في فلسفة طبيعة ومفهوم السجن. ألغت النرويج عقوبة الإعدام عام 1905، وبعدها ب80 سنة ألغوا السجن المؤبد. وفي عام 2007 حصل تغير في المفاهيم بالتركيز على العدالة التصالحية، أي إعادة التأهيل والرجوع إلى الحالة السوية بدلاً من العقاب. وذلك يعني أنه حينما يحكم على الشخص بالسجن في النرويج، فإن الشيء الوحيد الذي يفقده هو حريته داخل جدران السجن العالية تلك. تمتلك النرويج 2 من أكثر السجون إنسانية في العالم، أحدهما يدعى سجن هالدن. يتعلم فيه السجناء أعمال البستنة والطهي وتربية الحيوانات. يمكنهم أيضاً الحصول على دروس تدريب مهني ليؤهلوا أنفسهم للعالم الخارجي بعد إطلاق سراحهم. يحتجز سجن هالدن 251 من أخطر المجرمين، بمن فيهم المغتصبون والقتلة والمتحرشون بالأطفال. مثل هؤلاء المجرمين يتعرضون لعقوبات شديدة في أمريكا، حيث يوضعون في زنازين ضيقة لأغلب اليوم ولا يخرجون إلا لوقت قصير، ويجردون من جميع حقوقهم، وتنطبق عليهم عبارة: إذا كنت لا تتحمل الحياة في السجن فلا ترتكب الجريمة. يجب أن تكون العقوبة شديدة وحازمة على أولئك الذين يقررون الاعتداء على الأبرياء. خلال العقود الماضية أدت حرب أمريكا على الجريمة إلى اعتقال 159,000 شخص يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد. أما في النرويج فكل السجناء تقريباً يطلق سراحهم، أقصى عقوبة مدتها 21 عاماً. بعد انتهاء المدة قد تضاف 5 سنوات إلى العقوبة لأجل غير محدد إذا تبين أن السجين لم يحقق إعادة التأهيل. وحتى أخطر المجرمين مثل أندرس بريفيك المسؤول عن مقتل 77 شخصاً في واحدة من أفظع المذابح في التاريخ يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة 21 عاماً. تساند النرويج المساجين حتى بعد إطلاق سراحهم، وتوفر لهم السكن والعمل والرعاية الصحية وعلاج الإدمان. يأتي كل هذا بتكلفة كبيرة، إذ يخصص سجن هالدن أكثر من 93,000 دولار لكل سجين سنوياً، على النقيض من متوسط قدره 31,000 دولار لكل سجين في الولايات المتحدة، لكن تحتجز النرويج نسبة صغيرة جداً من سكانها. ففي عام 2014 سجن 8% فقط من سكان النرويج، أي ما يعادل 75 من كل 100,000 نسمة. أما في الولايات المتحدة فيصل المعدل إلى 707 لكل 100,000 نسمة. ولو كان معدل دخول السجن في الولايات المتحدة منخفضاً كالنرويج، لكان بإمكانها تخصيص نفس المبلغ لكل سجين مثل النرويج، بجانب توفير أكثر من 45 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل موازنة وزارة الأمن الداخلي بأكملها. وبغض النظر عن الإحصائيات التي تعكس معدلات العودة إلى الإجرام أو الآراء حول العقوبة مقابل إعادة التأهيل، فإن الأمر في النهاية يتعلق بكيفية نظر المجتمع إلى السجناء. قال نيلسون مانديلا: إن المرأة لا يستطيع أن يعرف أمة ما حقاً إلا إذا كان داخل سجونها، ولا يجب الحكم على أمة من خلال طريقة معاملتها للنخب من مواطنيها، بل بمعاملتها للأقل شأناً منهم. وإن كان الأمر كذلك فيجب بكل تأكيد تحية النرويج على إنسانيتها.